نحن اليوم في مدرسة النعمانية للبنات لافتتاح المعرض الفني الذي أقامته هذه المدرسة. المعرض كان متميز جدا، فيه نتاجات التلميذات والأعمال التي قاموا بها وبإشراف معلمة الفنية في المدرسة. هكذا معارض هي مهمة جدا لتنمية قدرات التلاميذ واكتشاف مواهبهم ومحاولة تطويرها. كل الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والقائمين على هذا المعرض، تمنياتنا لهم بالموفقية والنجاح. حذام محمد قاسم، معاون مدير عام تربية نينوى للشؤون الإدارية. المهم اليوم التأكيد على درس التربية الفنية ودرس التربية الرياضية، لأن هذان درسان هما يقومان بتفريغ الطاقة السلبية وبعض الطاقة إيجابية للتلاميذ. نحيي من خلال عدستكم، نحيي إداراتنا ومدارسنا، ونؤكد دائما نقول بأن إداراتنا هي فخرنا وإداراتنا هي باعث للأمل إن شاء الله في نفوسنا ونفوس تلاميذنا. من خلال هذا المعرض شاهدنا اندفاع كبير من إداراتنا ومن معلمينا ومن تلامذتنا، واهتمام بالغ بإحياء عيد المعلم. عيد المعلم هو عيد لصناع الحياة، عيد المعلم هو عيد لصانعي البسمة والأمل، عيد لأفواج مكافحة الجهل والأمية. محمد حازم قبلان، مدير تربية أم الربيعين. اعتادت مدرستنا سنويا إقامة مهرجان فني سنوي من أعمال الفنان المبدع المعلم سعد عدي محمد يونس، وهذا نتائجه. وأشكر التربية نينوى والقائمين عليها، وأخص بالذكر حذام مع مدير عام التربية، والأستاذ محمد قبلان مدير تربية أم الربيعين على اهتمامهم ودعمهم للنشاط الرياضي. دمومة هذه البراعم نقول صنع منهم فنانين مستقبل إن شاء الله يخدمون بلدهم. رافع محمود أمين، مدير مدرسة النعمانية في دير البني. هذا المعرض سنوي وإنتاج هذا السنة مشاركة الطلاب بمساعدة معلم الفنية، طبعا كله مجهود شخصي، أوفر لهم الأدوات اللازمة للطلاب. نقوم بجولات خارج المدرسة، نعرفهم على الطبيعة، نعرفهم على أماكن، نقوم طبعا تجسيدها على لوحات فنية. عدي محمد يونس، معلم فنية. تم اليوم افتتاح المعرض السنوي لمادة التربية الفنية لمدرسة النعمانية للبنات بالتعاون مع مدرسة النعمانية للبنين، لدعم وإبراز مواهب التلاميذ في الرسم وإنتاج اللوحات الفنية. الشكر موصول للمديرية العامة لتربية نينوى ومديرية الإشراف والنشاط الفني لدعمهم المتواصل والتعاون مع المدرسة. إيمان خليل خضر، مديرة مدرسة النعمانية للبنات.